تعزيزا للقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فقد أصدر كل من الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن العام ووزير البنية التحتية والنقل أصدر قرارا مشتركا يمنع بموجبه الخروج والدخول من وإلى العاصمة عنجمينة لمدة أسبوعين، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية وإنشاء حواجز خاصة في 3 مداخل، وهي مدخل تقرى من الناحية الجنوبية ومدخل قاسي من الناحية الشرقية، فضلا عن مدخل أم درمان من الناحية الشمالية، حيث نلاحظ في المدخلين الجنوبي والشرقي فإن عناصر الدرك الوطني وأفراد الشرطة الوطنية وشرطة البلدية يعملون على قدم وساق في التطبيق الفعلي للقرارات التي فرضتها الحكومة. بالنسبة للوتائل المسافرين برا يمشي ده ما كان قبل داخل، ووتائل الجايين من برا ده كان قبل بكان، والناس الحلال جنبنا قاعدين ده ما نصرفه معهم يمشوا يقبلوا دير ما بنسمه مثل ده، وخاصة الناس منا 3 يوم جاي ده ناس كلمية عديل يمرق ما فيه يخشوا ما فيه مثل ده قاعدين معهم. شلنا القرار ده وقاعدين نطبقوا القرار ده عشان شنو؟ القرار هو للآفة عن البلد وللآفة عن الأخوان الشعبين. مثلا شغل اللي بيجيب الأمراض ده ما نخشوا دي، شغل ما بيجيب الأمراض مثل الدقيق والسكر والريش وشنو ده ما عندنا ما هو مشكلة، لكن شغل اللي بيجيب الأمراض بخصوص الإنساني والتجمع عن الإنساني ده ممنوع. بما أن هذه القرارات المفروضة شأنها الوقاية من وباء كوفيد-19 إلا أنه في المدخل الشمالي فإن الرقابة لم تكن مشددة، وأن حركة السير والمرور وتنقل الأفراد والأمتئة تجري كالمعتاد لمبررات غير معروفة، بالرغم من تواجد قوات الدفاع والأمن التابعة للجنة اليقظة والأمن الصحي. وعليه نناشد الجهة المكلفة بتطبيق هذه القرارات متابعة العملية عن قرب تحسبا من تفاقم الوضع وانتشار الفيروس في كافة الأراضي الوطنية.